أهلا وسهلا بكم أحبائي طلاب الصف الثاني الابتدائي في درس جديد ومشوق ورائع من دروس لغتنا العربية الجميلة. درسنا لهذا اليوم بعنوان التعبير الكتابي من الوحدة الثانية تنظيم العمل. سنتعلم أبنائي من خلال درسنا لهذا اليوم كتابة قائمة لننظم فيها وقتنا في العطلة بشكل صحيح، فهل أنتم مستعدون يا أحبائي؟ هيا بنا أبنائي لنشاهد معا هذه الصورة. انظروا، هل المكان مريح؟ برأيكم أبنائي هل المكان مريح هنا؟ لا. وهل يمكنكم الجلوس فيه؟ لا. لماذا؟ لأنه غير منظم ولا مرتب. أحسنتم. والآن انظروا معي إلى هذه الصورة. هل المكان الآن مريح؟ من الواضح أنه كذلك. أحسنتم. وهل يمكننا البقاء فيه؟ نعم. ولماذا؟ أحسنتم. لأنه مرتب كما ترون ومنظم. أحسنتم. وكذلك حياتنا أبنائي يجب أن نهتم بها وننظم أوقاتنا بشكل صحيح لكي نكون سعداء. بارك الله فيكم أبنائي. قد سمعنا خبر عاجل من مدرسة الحياة عن طالب متميز في الدراسة. يا ترى ما سر هذا التميز؟ نتابع الآن معا هذا الخبر العاجل. خبر عاجل من مدرسة الحياة، لقد تم تكريم الطالب محمد بن حمد على تفوقه في الدراسة وحصوله على المرتبة الأولى في جميع اختباراته، وتأمل له إدارة المدرسة دوام التوفيق والنجاح. الآن أبنائي سنجري مقابلة عن بعد مع هذا الطالب المتميز لنعرف سر نجاحه وتفوقه. مرحبا بك عزيزي الطالب محمد بن حمد، هل تسمعني جيدا؟ كيف حالك؟ أهلا وسهلا بكم أصدقائنا الأعزاء، أنا بخير والحمد لله. مبارك لك التفوق والنجاح عزيزي الطالب محمد، هل يمكنك أن تخبرنا ما هو سر هذا التميز والتفوق؟ نعم يا معلمتي، فالأمر بسيط وهو تنظيم الوقت بشكل سليم. حتى في وقت العطلة يا محمد تنظم وقتك؟ نعم يا معلمتي، حتى في وقت عطلتي فقد كنت حريصا على أن أرتب وقتي حتى أستمتع في أيامي. فعلا يا محمد أنت متميز ورائع، وأريد أن أخبرك شيئا مهم، أن أصدقائك طلاب الصف الثاني الابتدائي أيضا رائعون ومتميزون ومنظمون مثلك. ما رأيك أن تساعدني الآن في تنظيم وقتي؟ سأكون سعيدا يا معلمتي بمساعدتك. أشكر صديقي محمد على تقديم يد المساعدة لي. شكرا لك يا محمد. وأنتم أصدقائي هل تودون مساعدتي؟ شكرا لكم. قوموا بفتح الكتاب المدرسي على صفحة 69 ولنقرأ معا السؤال جيدا. أستعين بصندوق العبارات لأكتب قائمة أنظم فيها وقتي في يومي العطلة الجمعة والسبت. إذن أبنائي لدينا هنا مهام سوف نقوم بتنظيمها وتصنيفها على يومي الجمعة والسبت. لنقرأ الآن الأعمال: زيارة الأقارب، صلاة الجمعة، تلاوة القرآن، مذاكرة الدروس، أداء الواجبات، قراءة القصص، اللعب بالحاسوب. هل تحبون اللعب بالحاسوب؟ هذا ممتع.
ممارسة الرياضة، الرسم والتلوين، أيضاً المشاركة في أعمال البيت ومشاهدة التلفاز، وأخيراً اللعب بالألعاب الجميلة. الآن ساعدوني أبنائي، ماذا سوف نفعل؟ سوف نصنف الأعمال معاً، ما رأيكم؟ هيا يا محمد ساعدني. بما أن اليوم يوم الجمعة ويوم السبت، يوم الجمعة دائما نبدأه بماذا؟ بصلاة الجمعة، أحسنتم، بارك الله فيكم. وبعد صلاة الجمعة أحب أن أقرأ وأتلو القرآن الكريم في سورة الكهف، ممتاز. وبعد ذلك ماذا سوف أفعل؟ سوف أذاكر الدروس. إذن نسحب مذاكرة الدروس إلى هنا، رائع. وبعد ذلك سأكافئ نفسي باللعب بالحاسوب، شكرا لكم. سوف أسحب الآن اللعب بالحاسوب إلى هنا، وبعد ذلك أريد أن أنال الأجر والثواب من خلال زيارة الأقارب، شكرا لكم. الآن ساعدوني، هناك لدي مهام أيضا أريد أن أضيفها إلى يوم السبت. سوف أبدأ يومي بقراءة القصص، هذا جميل. وبعد ذلك ماذا أفعل؟ سأشارك أسرتي في أعمال البيت، هذا رائع، ممتاز. والآن أبنائي حان دوركم لتكتبوا أيضا المهام التي تريدون أن توزعوها بشكل يناسبكم على يومي الجمعة والسبت، بارك الله فيكم. وبذلك أحبائي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم، التعبير الكتابي. وأود تذكيركم بفتح الكتاب على صفحة 69 والإجابة عن سؤال التعبير الكتابي، وأيضا اكتبوا قائمة تنظمون فيها أوقات عطلتكم في يومي الجمعة والسبت. شكرا لكم أبنائي لحسن استماعكم وإنصاتكم، وآمل أن ألقاكم في درس قادم بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.